الكابتن سامي الجابر مدرب فريق نادي الهلال. كابتن نقول لك مبروك الاداء اللي قدمته في الشوط الثاني، خلينا نقول ما مدى رضاك عن فريق الهلال في هذه المباراه؟ بدون ادنى شك ان مباراه اعتقد من طرف واحد، وهذا النوع من المباريات ما تستفيد منها بشكل كلي، خصوصا ان ما علمنا انه تقريبا اخر 13 دقيقه طرد لاعب من فريق الرفاع، حاولنا مع الحكم ان احنا نرجع اللاعب عشان نستفيد استفاده فنيه بغض النظر عن الفوز والخساره. انا بالنسبه لي كمدرب ابحث عن تجانس، ابحث عن مجموعه من المجموعه اللي تفيدني. زي ما تفضلت الشوط الاول بالنسبه لي كان اعطاني معطيات كثيره من خلال انه عناصر كثيره ما اقدر لسه يعني ما اعتقد اني يعني مو بمساله شابه، ما اعتقد اني ممكن استفيد منها في المرحلة المقبلة، في عناصر أقدر استفيد منها. أنت عارف زي ما شفت برضو خسارة الفريق البحريني اللاعب من الشوط الأول آخر تقريبا 13 دقيقة 12 دقيقة أعطانا أفضلية مطلقة. كنا نلعب في الشوط الأول أيضا الفريق الرفاع الغربي من حقه أنه يلعب يتحفظ بأي شكل من الأشكال، لكن فائدة في هذه المباراة تأتي من عدة نواحي، أنك تبغى تجانس أكبر، وصول مرحلة ياقية. شاركت في المباراة الثانية برضو بالصف تقريبا فريق جديد تقريبا للوقوف على مستويات بعض اللاعبين، وفي آخر تقريبا 20-30 دقيقة بديت أشارك عناصر من أجل أنه تعزيز النتيجة. وكرة القدم لا أرضى بالخسارة حتى لو كنت ألعب أنا لوحدي مهما كان، فريق كبير زي نادي الهلال انا ما ارضى طبعا نكون خسرانين اي مباراه مهما كانت وديه تجريبيه، وهذا ما يعطينا اي احقيه. نعتقد ان زال لدينا شغل كبير وكثير، لكن بدات تبان عندنا امور كثيره بالنسبه لي انا كمدرب على المستوى الشخصي في بعض اداء اللاعبين او المستوى الجماعي. كابتن، شاهدنا الاستقطابات التي جلبها الهلال للموسم القادم من اجانب، يمكن على مستوى الهجوم ما شفنا اي لاعب اجنبي، ولكن اعتمدتوا على الشمراني وعلى السالم بالاضافه الى ياسر القحطاني. افضل ثلاثه لاعبين موجودين في المملكه العربيه السعوديه وفي المنطقه، يعني بتستقطب لاعب اجنبي يكلفك الشيء الكثير، ولا والكواليتي الموجود عندي انا كمدرب مقتنع جدا باسماء الثلاثه اللي عندك. هل هم كافيين للمنافسه على كل البطولات بالاضافه الى كاس اسيا؟ اسالك الان كمعلق، هل هم كافيين؟ هل ترى في ناصر الشمراني وياسر القحطاني يمكن كافيين على المستوى المحلي؟ هل انت تعتقد انهم كافيين على المستوى المحلي؟ ما ادري، انت مدرب ويمكن انا عن نفسي صراحه يعني على المستوى، اذا بنتكلم عن المستوى يعني مو عاجبين ابدا؟ لا طبعا عاجبيني، لكن مش على المستوى الاسيوي. اذا انت بتنافس على المستوى الاسيوي يعني اذا بتنافس على من افضل لاعبين القاره الاسيويه اللي انت تتكلم عنه، لكن الفرق المنافسه لك ياسر القحطاني لاعب عندك في العين استقطبته من الهلال عشان يساعدك في العين طبعاً. صح ولا لا؟ نعم. اذا كيف تقلل من امكانيات ياسر؟ ناصر الشمراني هداف الاخر خمس سنوات، هداف ثلاث مرات، من افضل اللاعبين حتى على مستوى القاره. يوسف السالم لاعب المنتخب السعودي الاول، فاذا مو عاجبينك انت عاد سمعنا اخبار عن انتقالات ياسر، ممكن انه ينتقل. لا شوف، اذا تبغى تسوي مقابله تكلم معي منطقيا اما مساله الاثاره، انت تتكلم سالتني اسئله وطلعتني من سؤال الى سؤال ثاني، بديت اتكلم كانك تتكلم عن امور لا يعني ليس لها لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبه لي كمدرب. تخص الهلال كابتن، امور فنيه اسالني عنها، اما امور مساله الكلام اللي يحدث في النت امور فنيه. كابتن، هل هناك استقطابات اخرى في نادي الهلال غير اللعيبه الموجودين؟ استقطابات هم الاستقطابات الموجوده، انا احضر ال 24 اوغست، واعتقد ان الاسماء اللي انت ذكرتها بالنسبه لي كمهاجمين مقنعه جدا جدا جدا، وهذا ما شاهدناه يعني، هذا وراح ان شاء الله بالنسبه لي ان شاء الله حيكون هذا واضح ان شاء الله. كابتن، اخر سؤال، هل هناك وعود من سامي الجابر ببطوله على الاقل على المستوى المحلي السعوديه؟ كانت هناك وعود من سامي الجابر للاداره وللجماهير؟ ومن معك في الاستديو على فكره من الشباب الموجودين؟ معي محمد الصيعري وفهد علي والكابتن خرف سالم. احب امسي عليهم بالخير ان شاء الله، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين والعشر مباركه ان شاء الله. هذا اول شيء، لاني نسيت في اسئلتك شوي الغريبه اللي ما شاء الله طلعت، ولكن احنا في مرحله تحضير. مرحله التحضير هذه تحتاج الى شغل عمل وجماعي. ولسنا في مرحلة إثارة وبحث عن الكلام وعود لا ما ندور إثارة كابتن، نحن بالعكس نتمنى لك التوفيق والله. وأنا أتمنى لك التوفيق أيضا كمذيع إن شاء الله، وتتطور أكثر وأكثر إن شاء الله. شكرا لك.